حكم مرور امرأة أمام رجل يصلي ولم يراها ولكن سمع صوتها، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وقد قال، نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن جمهور العلماء كما نقل عنهم الإمام النووي سلفا وخلفا على تأويل القطع بأنه نقص الخشوع.